مرات عم بتقتل بنت صغيرة غطستها في برميل مية؟ ايه السبب؟ غرقتها الاول في البرميل. بقالي كتير قوي قوي بسمع عن جرائم بشعة، وبعدين اقول دي المخدرات، دي ناس اكيد مش واعية. بس بيبقى مثلا رجلين اتخانقوا مع بعض عشان مراتاتهم اتخانقوا، خلافات عائلية، فواحد قتل مراته. وساعات كتير اقول يمكن دي كانت لحظة شيطان بيطلع سلاح مثلا يضربها بيها، وبعدين يدرك ان هو عمل مصيبة. افضل ادي مبررات. الحقيقة النهاردة وانا جاية هذا المكان المخيف جدا مش قادرة افكر في مبرر، ومش قادرة افكر في ممكن يكون ايه السبب، او حتى طريقة القتل طريقة غريبة جدا. اولا غريب ان اللي عمل كده ست، والاغرب ان اللي عمل كده او اتعامل فيه بنت صغيرة. ست مرات عم بتقتل بنت صغيرة، وزي ما احنا شايفين المكان مخيف جدا جدا جدا. ولو حصل فيه اي حاجة ما حدش هيحس. يعني احنا منورين كشاف الكاميرا شايفين. يعني بصوا مخيف، وسلاسل حديد متعلقة في شجر، وحاجات غريبة جدا. خدت البنت هي مرات العم دي وغطستها في برميل مية لغاية انا مش شايفة اي حاجة. لغاية ما غرقتها وين دفنتها، وين تسأل الأهل ليه. يعني ايه اللي ممكن يبقى الانتقام من بنت صغيرة؟ يتقالك اصل كان في خلافات بين الست وابو البنت، يعني اخو جوزها. يعني انا مش مصدقة بصراحة، يعني مش مصدقة انا اتخانق مع واحدة او ما واحد فقدته او ابنه. صعب قوي قوي. يعني احنا زي ما انتم شايفين احنا ماشيين في حتة ضلمة جدا، وبعدين هندخل في اوضة كده مبنية بالطوب الاحمر. هو ده البرميل، بس البرميل محطوط في حتة مقطوعة. ازاي خدت البنت غطستها في البرميل ده؟ بصوا في مكان شكله عامل ازاي، واحنا مشينا قد ايه اصلا، ودخلنا من باب. لو يا رانا تقدر تجيب، دخلنا من باب صغير جدا في مبنى بالطوب الاحمر كده، غرقتها في البرميل وبعدين دفنتها. دفنتها فين بقى؟ دفنتها هنا. ده قبر، دفنت لها قبر. انتوا متخيلين؟ استغفر الله العظيم، ازاي كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم ما ببالغ ان انا حفرتها ازاي اصلا لوحدها. وايه ده يعني؟ حفرت لها قبر وغويط جدا، وراحت ردمة وحفرته ازاي؟ ده مسلح، ده عملته ازاي ده؟ ولا هي كانت حفرة من الاول وهي ردمتها؟ انتوا متخيلين؟
واحدة تحفر قبر الطفلة. طب كان عندنا الطفل أنس قبل كده اللي هو اتخطف وهو راجع من الكتاب وساوموا أهله على فلوس، والراجل كان مدمن مخدرات. لكن دي ايه؟ وبعدين دي أم، هي اللي عملت كده، أم غرقتها وحطتها في الشوال وخدت الشوال دفنته. انا معرفش دي هدوم ايه. طبعا هنجيب الام دلوقتي. بقاء لله. بقولك قوليلي، هي ده بجد يعني؟ هي حفرت الحفرة دي بجد حطيتها فيها؟ هي حفرتها حفرتها، حفرتها ازاي وهي فيها يعني طوب ومسلح؟ ما هي كانت بتجيب مية من بره وتحطها في الأرض عشان تساعدها على الحفر. وانتوا ما حدش حاسس خالص؟ أنا ما بجيش الحتة، ما بجيش الناحية دي خالص، وهي كانت بتقفل الباب عليها، كانت مفهمة الأطفال بره إن هي بتنظف في المكان هنا، هو وقايلة لهم أنا هعمل حمام سباحة وحاجات. حطيتها في الشوال؟ لا لا لا، يعني غرقتها الأول؟ لا، غرقتها الأول في البرميل، قتلتها، وبعد كده راجعوا راميها هنا هو اتدفنت، ورشت ميه عشان محدش ياخد باله من اي حاجه، وبعد كده جابت شويه طيور وحطيتهم وطلعت كانها ما عملتش اي حاجه خالص، كانها ما قتلتش حد. يعني عندها قد ايه بنتك؟ عندها 4 سنين ونص. دي هدوم اي حد مش هدومك. هي دي الهدوم دي اللي كانت موجودة مع بنتي، هي حطت الأول بنطلون، البنطلون الأسود ده، فرشته في الأرض. ليه؟ مش عارفة، هما اللي بيقولوا لي إن ده اللي حصل. أنا ما حتى تمثيل الجريمة أنا ما شفتوش، عاملة كفن يعني؟ حطت القميص الأبيض ده رميته عليها. فرشت بنطلون وبعدين حطيتها وراحت حاطة عاملة لها كفن. لا كتر خيرها. القميص ده، هما كمان في ناس بيقولوا لي ان هي دفنتها حية، ما كانتش ماتت. والناس عرفت منين؟ ناس مش عارفة الكلام ده بيجيبوه منين، بس هم بيقولوا ان هي الطبيب الشرعي قال ان هي في الرئتين بتوعها تراب، ده معناه ان هي كانت اصلا يعني هي افتكرتها ان هي بتتنفس يعني. دفنتها حية وردمت عليها. ده الكلام اللي انا بسمعه، يعني هي عذبتها مرتين، مرة وهي حطاها في البرميل هنا، ومرة لما رميتها هنا وسابتها سابتها صاحية قتلتها. بنتك اللي ما تصوتش ولا اي حاجة؟ بنتي كانت بتحبها، هي ضحكت عليها، هي ضحكت عليها، هي قالت لها، حطت لها شوية لعب في البرميل وقالت لها هاتيهم يا منى لعب لمصطفى ابنها، فهي البنت بتسمع ليه الكلام. هي عملت كده ليه؟ ما اعرفش، انا نفسي حد يسالها انت عملت كده ليه في منى، يعني هي عملت كده ليه؟ في خلافات فعلا؟ كان في خلافات من 3 شهور، فاتوا قبل الوفاه ب3 شهور، قبل ما تقتل بنتي ب3 شهور، ومن ساعتها ما فيش اي حاجه حصلت، ما فيش اي حاجه. خلافات توصل للقتل يعني؟ لا، سببها ايه الخلافات؟ خلافات ان هي كانت عامله عايزه تعمل صرف في بيتها، لبيتها يعني، ومش في ارضها، فجوزي طلع للناس بره وقال لهم يا جماعة وقفوا حفر لغاية لما هتصل بأختي صاحبة الأرض، لو وافقت كملوا، ما وافقتش خلاص عشان دي أرضها. طلعت هي طبعا طالعة من بيتها شتيمة وبهدلة في جوزي، فبيقول لها أنا هتصل بأختي أشوفها، لو موافقة أحفر ومش موافقة خلاص، أنا ما ظلمتش حد في حاجة. طبعا كلمة منها وكلمة منه، الحجة ضربة بالقلم، لما ضربته بالقلم هو فقد أعصابه عليها، راح جاي ضاربها. جات الناس حجزت ما بينهم، الناس اللي كانت واقفة والجيران وجوزها جه، وبرضه شدوا مع بعض شوية، وبعد كده الناس حجزت والموضوع انتهى على كده، وحفروا حفروا اللي هم عايزين، خلصت المشكلة يعني؟ اللي هم عايزين يعملوه عملوه، أمال ايه؟ هم وقفوا الحفر بسبب هي الخلافات بقى. أصلا مجنونة يعني؟ بتاخد حاجة بتاع أي حاجة؟ ولا أي حاجة، أنا بقالي 9 سنين معاها ما شفتهاش بتاخد أي حاجة خالص. طب قوليلي انتوا لقيتوها ازاي؟ احنا لقيناها للظباط والمركز، هم لقوها لما خدوها المركز، هي اعترفت بمكان البنت. وعرفوا ازاي ان هي بقى غابت قد ايه يعني بنتك؟ هي بنتي اختفت يعني تقريبا من المغرب كده اهوت، احنا طلعنا دورنا عليها من الساعة 7، طلعنا دورنا عليها، وهي كانت بتدور معانا، برضو هي كانت بتدور معانا، وهي قاتلة البنت اصلا يعني.
كانت بتدور معانا، فلما راح جوزي راح مركز فايد وبلغ بالواقع قال ان بنتي مش لاقيها. جم الصبح المباحث كلها جت ومركز فايد كله جه بصراحة، ظباط كلهم وقفوا معانا وجم الصبح الساعة 10 الصبح كانوا هنا. وطبعا كلموني وحققوا معايا ومع الجيران ومعاها هي وجوزها ومع ولادها، ومن التحقيقات معاها شكوا فيها من كلامها هي وأولادها، خلت أولادها يكذبوا. مش عايزاكي تقفي هنا كتير عشان متضايقيش، تعالي. أنا بس لولا إن أنا في يوم من الأيام، فاكرين كان في حلقة نزلت فيها قبر، ومن ساعتها بعد كده يعني ابتدى يحصل حاجات في الحياة غريبة. في كل ما كنت أصلي في مسجد وأقابل حد مثلا يقول لي مش صح إنك تنزلي قبر، مش صح إنك تنزلي قبر وتقعدي. كنت عايزة أنزل لكم دلوقتي أوريكم إحساسي يعني إيه أنت حي وتنام وحد يردم عليك رملة. يعني بتقولك الطب الشرعي قال إن في رملة جوه صدرها، انا بس مكنتش عايزه اقول الكلام ده يعني. وحنينه حاطه بنطلون والبنت عليها قميص عشان تبقى متكفنه يعني، لان هي ما ينفعش تموتها برضو في البرميل لانها اكيد اكيد هتبقى في الطل بره يعني. هي استنت لما يغمى عليها بدات تنفس التراب يعني، كانت بتتنفس يعني. انتوا متخيلين يعني طفل عندها 4 سنين تيجي تتنفس تنفس تراب وتتخنق تحت التراب في قبر؟ واحدة تدفن طفلة حية يعني. انا مش بتقولك اصل صرف وحفر وحفرنا خلاص، حتى لو محفرتوش، حتى لو محفرتوش، حتى لو معملتوش اي حاجة، مش عايزة امسك حاجة عشان ما بص الجبروت ان انا اقعد احفر كل ده. انا مش عارفة هنروح على فين بصراحة. بس يعني عايزة قبل ما امشي من هنا اقول ان يعني العدل بيقول ان الست دي لازم تدفن حية، وان لازم تدفن دلوقتي حالا. يعني انت تخيل حتى ست القاضي، اي حد يتخيل ان بنته او ابنه اللي حصل فيهم كده هيعمل ايه؟ لازم تدفن دلوقتي يعني، لازم كانت تطلع من هنا على الاسم على مقبرة تدفن حية. دي ما ينفعش معاها مشنقة كده وتنزل وكده وخلاص يعني، دي لازم بسرعة جدا وبطريقة مش يعني. ليه هي مش تعذب؟ لو اتعمل الحبل كده واتعدمت مش تعذب يعني. مش بقول كمان الاعدام، لا انا شايفه ان الاعدام ما ينفعش. ان انا تعرفين احساس الغرق ده زمان لما كان في طرق تعذيب كتير قوي للأسرة وكده، كان من سبل التعذيب القاسية جدا 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 احساس الغرق. كانوا يجيبوا فوطة كده بمية يحطوها جوه البق الواحد ويدلقوا عليه مية كأنه بيغرق يكتموا نفسه، كانت من أسوأ حاجات التعذيب. فتخيلوا لما اخد بنت في برميل زي ده غرقوا مية وافضل بكبسة راسها لغاية ما احساس الغرق ده، وبعدين اخدها ادفنها حية اسففها التراب واردم عليها، وبعدين تروح تفضل تتحاكم وتاكل. يعني دلوقتي واحنا بنتكلم بتاكل وبتشرب وقاعدة، ويمكن تجيب محامي يطلعها مجنونة او تجيب محامي تاني يطلعها مثلا هطلة.
وتطلع، او تقعد 15 سنة وتطلع، تبقى مصيبة يعني، يبقى ما عندكش اي دم. ما طلعش كوني في حالة ذهول بصراحة. أنا مش هنسى عمري هذا المنظر يعني، أنا شفت أنس وحفرته وكل حاجة، بس راجل كبير و كانت وحشة برضه، بس مش عارف، ده قبر مش حفر. وبفكر انا كده الام دي ممكن تبقى حاسه ايه، انها تفكر ان بنتها في لحظات معينه كانت بتغرق وتطلع في الروح، وبعدين بتدفن هنا وهي تكون كانت قاعده مثلا بتعمل اي حاجه. مش هقدر الوم عليها واقول اصلها كانت سايباها في الشارع، دي مرات عمها يعني. وبعدين قالت لك اصلها حفرت وردمت وحطت شوية طيور، يعني دي حتة من بيتها، من بيت اللي هي مرات العم، يعني قالت لها تعالي البيت معانا، يعني ممكن يبقى البيت ده مثلا، والتاني ملحق ليه مثلا. عملت كده وراحت حاطة شوية فراخ وبتاع وخلاص، وبتدور معاهم وبتاع. سيبك من الأب وسيبك من الأم، انتي بتقولها أصل البنت راحت معاها عشان كانت بتحبها، يعني انت بنت رايحة معاكي وبتحبك، عندها 4 سنين، انت عارفين 4 سنين يعني ايه؟ يعني لسه مش بتعرف تتكلم. الناس بتجيب قلب منين؟ اهي زي السلسلة دي كده، تتلف حوالين رقبة حد ونشدها كده ويموت وخلاص. هو ده العدل يعني؟ ده لو اتعدل ما مش لا ما ينفعش اعدام، اكيد ما ينفعش اعدام، اكيد في حاجه لازم عقوبه تبقى قاسيه اكتر. مش هقول غير لا حول ولا قوه الا بالله. بجد ست مرات عم بتقتل بنت صغيره، غطستها في برميل ميه، ايه السبب؟ برميل كأنها ما قتلتش حد، عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا من امبارح. ابتدينا النهارده الحلقه بحاجه الحقيقه انا يعني روحت مش قادره افهم، مش قادره افهم. وصوره القبر دي من فضلكم هاتوا لنا الفيديو، هاتوا لنا الفيديو بتاع القبر وكده من غير صوت. صوره القبر بتتكرر قدامي، اقول يا ربي يا ربي، يعني بنت تدفن ب ب ب صحية صحية يعني ايه يعني؟ ده احنا كل ما اكيد 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 مهما نكون بنعمل حاجات غلط، مهما نكون مقصرين، اكيد لما حد بيموت لنا ولا بنروح ندفن حد ولا اي حاجة، بنروح نقول يا رب اللحظة اللي هننزل فيها قبرنا دي تبقى لحظة هينة. فكرة انك يعني لحظة ما بيتقفل القبر بالطوب ده، يبتدوا يرشوا مية وكده، اقول يا ربي يا ربي هنعمل ايه؟ بس هنعمل ايه؟ فما بالك واحدة عندها 4 سنين كمان، احنا ما نعرفش واحنا ميتين هيبقى احساسنا لدرجة ايه يعني. هل هنبقى بين الصحيان والنوم؟ هل هنبقى واعيين جدا وشايفين اللي حوالينا بس اللي حوالينا مش حاسس بينا؟ احنا مش عارفين. لكن دي كانت صاحية صاحية وبتتنفس، واكيد بتحاول انها تطلع او تشيل الرملة من عليها. ليه؟ وبعدين فين السبب؟
فين السبب يعني؟ ولا هنقول اصلها ست بتشرب مخدرات، ولا هنقول انها مثلا جوزها او يعني ابو البت دي مثلا ضرب امها، قتلها بنتها، تعدى على شرفها، يعني ما فيش حاجه والله. حتى بص انا بتلجلج ازاي، حتى الحاجات دي انا مش شايفه ان هي تستحق ان تعمل كده. وقال حط لها كفن، قال يعني حط لها بنطلون وقميص، قال يعني عشان ايه؟ تسترها، التراب ما يجيش على وشها. حنينه قوي. ركعوا. ايه تفتكر احنا حصل يعني حصل ايه؟ طيب وبعدين تاني هقول دي واحدة ست مش راجل، دي واحدة ست يعني. معرفش. طيب انا عايزة استنى تليفوناتكم النهاردة، عايزة اسمع صوتكم على قد ما اقدر. عايزين ناخد موضوع نستغل حلقات الهوا دي في ان انا اسمع صوتكم باكبر قدر ممكن.